يتشرف المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون بدعوتكم إلى أمسية شعرية خاصة مباشرة من موريتانيا وإندونيسيا تحت عنوان تحية حب من موريتانيا لبيروت. يشارك فيها كل من الشاعر محمد ولد الطالب سفير موريتانيا لدى إندونيسيا، الشاعر جاكيت الشيخ سك أبو ضياء عضو المكتب التنفيذي لمجلس الشباب التابع لرئاسة الجمهورية في موريتانيا، الشاعرة الدكتورة مباركة بنت البراء رئيسة نادي الإبداع الثقافي الموريتاني. يقدم الأمسية سعادة السفير دكتور علي عجمي، ويديرها العميل السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور نبيل الخطيب. الزمان يوم السبت في 12 من أيلول سبتمبر 2020، الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت ميشيغان، 6 بتوقيت موريتانيا، 9 بتوقيت بيروت، 10 بتوقيت بغداد، 1 الأحد في 13 من أيلول سبتمبر بتوقيت إندونيسيا.